السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين ومن أمام مجمع الرؤية الطبي نبغى نتكلم عن الأسنان، موضوع محدد. المجمع متكامل فيه جميع الأشياء اللي يحتاجها الإنسان، لكن اليوم موضوعنا محدد ومؤطر في الأسنان، وفيه علم جديد جابوه اكتشفوها أهل علم الأسنان وجابوه لنا مجمع الرؤية الطبي. نتفضل عليهم وناخذ منهم، وخلوكم معي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ عساك طيب. شو أخبارك دكتور محمد؟ يا مرحبا. شو أخبارك دكتور؟ كيف حالكم؟ عساكم طيبين. اليوم سمعنا أشياء جديدة وتطور، والعلم يتطور، العلم الطبي والعلم بشكل عام يتطور. سمعنا أن العلم في الأسنان تطور من أول، يعني المعلومة محددة عندنا من أول نتعب عشان نركب سن، يجي ألام وأيام وأشياء طويلة، لكن تفاجأنا عن مجمع الرؤية الطبي حضرنا مفاجأة. أبغى دكتور محمد تحدثني عن هذه المفاجأة الجميلة اللي سهلت أمور كثيرة في علم طب الأسنان. طبعا كما عودناكم في القرية جبنا لكم المستحيل، يعني جبنا جهاز الليزر، وجبنا اليوم عندنا اللي هي الصرخة الأخيرة في طب الأسنان اللي هي الانترا أورال كاميرا، وهي عبارة عن كاميرا بتدخل في فم البيشنت أو المريض وبتأخذ الأبعاد وبتعطيك مقاسات دقيقة جدا لا تحمل خطأ 1%، والمريض ما بيحس بأي شعور إزعاج ولا من الربلات والواكس والأشياء الطرية والقاسية اللي تدخل في فمه، والموضوع ما يأخذ خلال 10 دقائق، يكون الداتا كاملة ترتسل على اللابتوب عند المعمل، وبيكون هناك تحضير العمل فوري، لا يحتاج انتظر السائق يجي ياخذ المقاس، فيوفر لك وقت كطبيب وكمريض، ويعطيك دقة وجودة عالية جدا. جميل. انت تكلمتني عن الوقت وعن الدقة، والدقة والوقت مهمين لكل انسان سواء بالطب او في غيره، لكن الالام ما تكلمتني عنها. ما في، اقول لك يعني كاميرا تدخل من غير ما تلمس اللثة ولا تسوي ضغط 1%، تمشي وتاخذ ابعادها وتاخذ المقياسات وتصمم لنا الفك كامل على كمان الحين حنشوفه على اللابتوب، ونقدر احنا نسوي دراسة كاملة للحالة وللمقاسات. طبعا معانا الأستاذ أحمد، رائع جدا في المجال هذا، ومعانا الدكتور أبو بكر، برضو أستاذ برضو في مجال الموضوع التصميم المقاس. طبعا احنا حنعمل لك التجربة الآن. جميل. أنا سمعت أن مجمع الرؤية من أوائل اللي دخلوا هذا العلم في الأسنان في المستشفيات الخاصة، لكن أنا قبل لا أبدأ وأنا لثقتي في مجمع الرؤية بديت بنفسي. وأنت أنا أعرف ما مدى هذا المجمع لأني شفته في زملائي في الأشياء اللي سووها سابقا، لكن أبغاك تحدثني قبل لكن أبغاك تحدثني عن ما هذا الجهاز اللي يسوي الأشياء المذهلة الخفيفة هذه. تكلم لي عن الجهاز طبعا، عن اسمه وعن أدوات الجهاز. نعم، عندك الأستاذ أحمد حيشرح لك تفصيل كامل عن موضوع. هو جهاز لأخذ مقاسات الكراونات وحتى للتقويم المستخدم، هو بيسهل على المريض وعلى الطبيب، وبيختصر الوقت، وبيختصر وقت على المعمل حتى، والغاية منه أنه نعطي دقة للعمل، ما في ارتيابات بالمراحل اللي نحن بنساويها، هي بتكون يدوية أغلبها على الطريقة القديمة بالسيليكون، وبنفس الوقت كمان ما بتأخر لأن في وقت افتراضي لحتى الطبعة أو الامبريشن، يعني مثل إكسباير بتصير. جميل. فهذا الشيء بيعطي سهولة التواصل حتى مع المعمل، الطبيب مع المعمل، بحيث إذا وصلت لعنده الصورة والمريض عنده إذا في أي تعديلات مباشرة بيجريها الدكتور، ومباشرة ببعثها مرة تانية. وهي الانترا اورال سكان كمان ما في المواد اللي نحن ننسخ فيها إلى وقت لا تتصلب ووقت طويل، هي بتوفر عليه على المعمل انه يباشر بالعمل مباشرة. جميل. وبتعطي دقة يعني نقول 100% ان شاء الله اذا كان اجراء التصوير صح ونقل الملف صح. دقة 100%. 100% شيء جميل. طيب السؤال الاخر واللي يطرح نفسه، السن اذا ركبته هل عمر افتراضي؟ وهل فيه محاذير؟ تتكلم لي عن المحاذير، أو أنك العمر فيه موجود افتراضي وأني أتعامل معه كالأسنان الطبيعية؟ هو مثل أي شيء موجود فيه له عمر افتراضي،
وعمر الافتراضي للسن 6 سنوات. لكن هو ممكن إذا كان طبيب كان شغله دقيق وكان بتبع الإجراءات الصح والمعمل كمان نفس الشيء والمريض محافظ على السن كما يحافظ على السن الطبيعي يستمر معه 10 سنين وأكثر. جميل. طيب هل في محاذير في الأكل أو يأكل طبيعي؟ يأكل طبيعي، المهم ما يعمل يعني يتعامل معه كما يتعامل مع السن الطبيعي. جميل. الشغلة الأخرى، هل يتعامل مع فرشة أسنان طبيعية؟ طبيعي. الأمور كلها يعيش حياتها طبيعية تماما. نعم. لازم ينظفه ولازم يراجع الدكتور كل 6 شهور. جميل. إذن اللي فهمته أن السن هذا إذا ركبته تتعامل معه كما تتعامل مع السن الطبيعي. طبيعي السن الطبيعي إذا ما حفظت عليه أيضا بيفشل الاسم أو بيتسوس. طيب ممكن تكلم لي عن المادة اللي فيها السن والشي؟ هي في عدة أنواع ومسميات، في الميتال على بورسلين وفي زيركون أنواع كمان، هي وفي إيماكس. وهي الحالة الدكتور بشخصه حسب موقع السن ويعني طبيعة السن، هل هو متهدم أو مسحوب عصبه أو ما مسحوب عصبه، نختار نوعية الماتريال حسب سن المريض، يعني حسب حال سن المريض. والدكتور هو حين أنا سألت عن الجودة وسألت عن التعامل معه والأضرار وسألت عن العمر الافتراضي وأنا بجرب عنه بإذن الله، الشغلة المهمة عندي أنا أسعار، ممكن تكلمني عن أسعار السن هذا كم يتراوح؟ ما بي بالدقة، إذا جاك المريض أكيد فك آخر يختلف عن فك الإنسان الآخر، لكن تتراوح من وإلى، يعني هي حسب الطبيب والعيادة وحسب التقنية اللي تستخدم العيادة والماتريال، لأن بالسوق مثل أي منتج موجود يعني low quality وhigh quality وما بينهما. فهو حسب العيادة اللي المريض يصدها يعني. بس في يعني الأسعار هي يعني من 1500 ل 3000 ريال. جميل. هذا طيب. الحد الوسط وفي أعلى. ذكريات فرحة باول يوم زاد الشوق فينا، تاج عز ومجد فخر.